مهم وادي الدقه. خارج جدا حضرتك خدت المايك وانا شغال كده. ها شغال كده انا. الاقي مايكل راح متاخر ويقنع الراجل ان هو يدخلنا. احنا اتاخرنا عن الميعاد 5 دقايق تقريبا، مش عارفين اذا كان الراجل هيرضى اصلا يدخلنا ولا لا. مش عارف اذا كان راضي ولا لا، بس مايكل شكله بيضحك فانا ممكن اعتبر ان هو راضي. اعتقد ان هو راضي. اعتقد ان هو راضي. ايه راضي؟ هنروح نجيب حياتنا ونرجع. قال لي روح وارجع براحتك. براحتك؟ قال لي عندك لغايه الساعه 6. اوكي دي حاجه جميله جدا. يب ما طردناش. دلوقتي يا جماعه في سوبر ماركت، المفروض ان احنا نشتري الحاجات اللي احنا عايزينها. سوفر هنشتري سوسيس وحاجه نشربها، اغلب الظن هتكون صودا وشويه شيبسيات واندومي. انا ما عنديش ادنى فكره مايكل هيعمل الحاجات دي فين ولا هيعملها ازاي. اللي هو دي مفاجاه، حله بتسخن لوحديها وما فيش كهرباء وما فيش اي حاجه، فانا مش عارف اعمل الموضوع ازاي. قلقان منك يا مايكل، بس خلينا نشوف الموضوع ازاي. مش بخطط ليه يا مايكل؟ هتعزمنا على واحده من دول ماشي؟ ماشي عليك؟ اثنين بقى المعلم معاك. ايه ده بجد؟ طيب انتوا اسمكم ايه؟ اسم المحل ايه؟ ايه؟ اسم المحل ايه؟ زهراء. زهراء؟ اوكي. زهراء عزمونا على حاجات غريبه. جبنا كل الحاجات اللي احنا عايزينها دلوقتي. وي ار كامبينج ريدي. احساس جميل قوي كده اللي انت جايب حاجات الكامبينج وتروح تعمل كامبينج. وضع غريب شويه بس محمس. ثانك يو. ويلكم. الراجل اللي عازمك مش انا. دلوقتي احنا المفروض ان احنا نعمل اندومي. هنحطها على النار في الحله الغريبه دي اللي هي بتولع بالنار، وبعد شويه بتولع بالنار اللي هي تسخن يعني. وبعد ما تسخن هنحط فيها كل الاندومي ومعانا هوت دوج. متحمس جدا اكل هوت دوج. نوت سبونسر بقى على فكره. لا ما فيش اي ماركات باينه. ده كحل.
كده نسلقهم هما الاثنين مع بعض فهيبقى طعمها حلو. احنا معانا اي صوص اي حاجه نحطها عليه؟ شطين صوص الصوص صوص بتاع اندومي نفسه اللي هو الفراخ مش عارف. ومعاكم الشيف شربيني يوسف، هو شاطر جدا والحمد لله يعني أكيد. طبخ شاطر بس الحمد لله مش اي حاجه انا اللي بطبخ كل حاجه دلوقتي. ومعانا استاذ مايكل كامبينج. استاذ علوم الكامبينج وتكنولوجيا الطبيخ. الاندومي خلصت. واو احلى حاجه انتم شايفينها بس شكلها حلو. احنا كل كاميراتنا مش شغاله. احنا حاليا الساعة 6:28 تاني يوم. احنا نمنا في الخيمة، النومة كانت لطيفة، الدنيا هادية جدا بطريقة بتخليك تسترخي وانت نايم. الحاجة الوحيدة اللي ممكن اقولها ان الرطوبة عالية شوية، الرطوبة تقريبا 100% اللي هو انا بولع دلوقتي. الساعة 6:28 المفروض ان احنا نبدأ نلم حاجاتنا عشان لو اتأخرنا عن كده الجو هيبقى نار. شكرا شفت الفيديو، اتأكد انك تشارك في قناة الشخصية دي اللي نايمة اللي هناك دي. اشوفكم في الفلوج اللي جاي. مع السلامة.